السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا عايزين نشرح حاجة مهمة قوي، ازاي اخلي الفيديو بتاعي مش قابل ان هو يتعمل له داونلود من اليوزر. يعني انا رفعت فيديو على اليوتيوب واليوتيوب عامل اوبشن ان الناس تعمل داونلود للفيديو، انا مش عايزة حد ينزل الفيديو بتاعي، فبعمل ايه؟ اول حاجة بفتح الفيديوز بتاعتي وبتشيك على الفيديو اللي انا مش عايزاه يتعمل له داونلود، وبعد كده بضغط على علامة القلم دي وبكتب ديتيلز، بضغط على ديتيلز هتوديني على الصفحة اللي فيها تفاصيل المشروع بتاعي. هلاقي في تحت حاجة اسمها مور اوبشن كده فوق اهي، والمور اوبشن دي تحت خالص هتلاقي في اديشنال اوبشن عند allow embedding، هتشيل حضرتك التشيكاية دي. تمام، دي مش هتخلي اليوزر يقدر ان هو يعمل edit او يعمل داونلود للفيديو ده، او ان هو يعمل له شير في الويب سايت بتاعه او على السوشيال ميديا. وهعمل سيف. اوكي، خليني ارجع للفيديو تاني. هتلاقي هنا مفيش اوبشن داونلود. كده انا خليت الفيديو بتاعي ما يتنزلش على اليوتيوب.